صادق أعضاء برلمان الطفل اليوم بالأغلبية على مشاريع الورقات السياسية المقدمة من رؤساء اللجان البرلمانية القارة الخامسة، والتي توصي أساساً بالنهوض بقطاع الطفولة، وذلك في ختام الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل لسنة 19 و2000، حول موضوع مناصرة برلمان الطفل لتعزيز حماية حقوق الطفل. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.